تمكن ملتقى الفن والإبداع في الفحيص بجهود القائمين عليه من إنشاء متحف تراثي في أحد بيوت المواطنين في منطقة خربة الدير، حيث يوثق هذا المتحف الكثير من المقتنيات المحلية والعربية والعالمية. نورسات الأردن زارت المتحف وعدت التقرير التالي. الصيد وسموها صبيان الحصان، لهاج الخافق بحبها وش عادي يخفيه، أسرجت فوق الريح وطلقت الروح العنان، وسجلت فوق نزونها يا خلق حيل مغلي، أحبك وشهودي الخافق وحروف البيان، ونسجل فكر شتات أفكاري تناجيه، لفحيص مسك الرب السماء عالي الشان، تموت القاف وتحيا إذا فحيص أنا حل طري. تسهم المبادرات المحلية التي تعنى بالمحافظة على المقتنيات الفنية والتراثية والتاريخية بدور كبير في إظهار تاريخ الأردن المشرف، إضافة إلى تعزيز الحركة الثقافية وإتاحة الفرصة أمام المواهب والمثقفين لإبراز إبداعاتهم. وعليه فإن متحف خربة الدير للفنون الموجود في منطقة الفحيص والعائد للفنان الأردني بسام مخامره من شأنه أن يرفع الذائقة الجمالية للمهتمين ويعمل على إيجاد فضاءات وطنية وثقافية واسعة في البلاد. ويقول مخامره وهو رئيس جمعية ملتقى الفن والإبداع في الفحيص إن هذا المتحف الذي عكف على إنشائه منذ سنوات عديدة هو عبارة عن بيت قديم تم ترميمه وتسجيله تحت اسم خربة الدير للفنون وملتقى الشعراء، لافتا إلى أن هذا المتحف يضم في أجنحته مقتنيات عالمية تمثل لوحات فنية وموجودات تراثية وفخارية ونحاسية وعملات نادرة وطوابع قديمة وتحفا أثرية يصل أعمارها إلى مئات السنين، ويشكل هذا المتحف بحد ذاته ركناً أساسياً في حفظ التراث والتعريف بالتاريخ الأصيل لأردننا الحبيب. المتحف بدأت الفكرة عندي من عدة سنوات، بس تجميع صار له أكثر من 40 سنة وأنا أجمع من مراحلي الطفولية وأنا أجمع بالقطع اللي تعجبني من أجل أحتفظ فيها ما تصرفت فيها لحد الآن. بلشت المشروع بطلب أنه أعمله كمتحف لمدينة الفحيص، لم أجد المكان ولم يوفر لي المكان في مدينة الفحيص، قررت أنا وزوجتي نستعمل أرضنا وبيتنا لإقامة هذا المتحف، والحمد لله بدأنا بتجميع المتحف الذي يشمل على أكثر من فرع في هذا المتحف. عندي المتحف العالمي اللي بيشمل لوحات عالمية اللي جمعتها من خلال مسيرتي الفنية ومشاركتي مع فنانين عالميين من عدة دول، إيطاليا، عندي لوحات من أمريكا، عندي لوحات من تشيلي، عندي لوحات من الكاميرون، نحكي على أفريقيا، عندي لوحات العراقيين الرواد وهذه بتميز المتحف، عندي أكثر من لوحة كانت في متاحف خارجية اشتريتها من المزاد العلني، عندي بعض القطع من قصر الخديوي إسماعيل في مصر لما صار بالمزاد العلني سنة 58، عبارة عن لوحات لأشهر الفنانين الإيطاليين لآر رينالدي. ننتقل لمرحلة الموهبة اللي مش القطعة الكبيرة اللي هي العملات، يعني المتنقل اللي دائما معي في معارض والطوابع. العملات والطوابع أنا عندي عملات تاريخية وعندي عملات، أجمل قطعة عندي بالنسبة للأردن اللي هي العملة الطبعة الأولى من عملة الأردن 1949 تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، قبلها كان يستعملوا الجنيه الفلسطيني، وعندي قطعة من سنة 27 للعملة الفلسطينية اللي كانت تستعملها الأردن قبل إنشاء المملكة الأردنية الهاشمية. بالنسبة للطوابع بملك أكثر من 11 ألف طابع ما قبل السبعينات، حرب عالمية أولى، حرب عالمية ثانية وما قبل،
وثالث طابع في التاريخ 1862 طبع في الولايات المتحدة، لكن التأسيس كان لبريطانيا، وخلال احتلال بريطاني أخذوا الماكنة معهم وبلش الطباعة في الولايات المتحدة لمختوم بختم رئيس الولايات المتحدة. بالنسبة للديانة المسيحية في الطوابع طبعا لها تميز، أعياد الميلاد عندك مثلا بابوات الفاتيكان المجموعة كاملة موجودة عندي للي توافدوا على الفاتيكان، بالإضافة إلى ما ذكرت نحن بصدد تأسيس متحف وطني يشمل مقتنيات من نجمعها من مدينة الفحيص ونضعها في مكان في هذا المكان إن شاء الله، وأنا موجود عندي بعض القطاع. كما يشتمل متحف الدير للفنون على جدارية فنية كبيرة لبلدة الفحيص القديمة، استغرق العمل بها نحو 15 شهراً، وسيتم عرضها قريباً في الكثير من المعارض العالمية. بدأت برسم هذه الجدارية 2014، انتهت معي ب 2015 تقريباً أكثر من سنة. طبعاً العمل فيها كان بيشمل شغل بالسكين وشغل بالفرشاي، أنهيت العمل فيها وانعرضت في عدة معارض، وهلا بتنتقل معي إن شاء الله للولايات المتحدة، وبعدها إن شاء الله للدنمارك إذا أتاحت الفرصة عن قريب، راح تكون هي الأهم عندي في التنقل للشرح عن مدينتي الفحيص، مدينتي الغالية الفحيص، وعن قطعة من الوطن في الجدار المنيع الأردني. ويؤكد الخبراء الناشطون بالعمل العام أن الفحيص وهي جزء من الأردن التاريخي والحضاري، زاخرة بالكثير من المواقع الأثرية والكنائس الدينية التي ترجع إلى عهود سابقة، وتدل على أن المنطقة مأهولة منذ مئات السنين، ويتعين على المسؤولين برأيهم أن يحافظوا على تراث الوطن ولا يتركوه عرضة للنهب والإهمال. عندما نتواجد في منطقة عابقة بالتاريخ والتراث والحضارة على مدى قرون مضت، يستوقفنا المكان والزمان كيف نحافظ على هذا التراث، وكيف نحافظ على التاريخ الموجود بالمنطقة اللي حاليا يتعرض إلى النهب، يتعرض حجارة هذه الخربة اللي كانت تسمى بربة عمون. هناك كان في هذه المنطقة مصنع للتعدين وصناعة الأسلحة، كان فيها 20 بئر، وكان فيها قنوات في هذه المنطقة، قنوات لجلب مياه، وهذا يدل على الحركة النشطة اللي كانت متواجدة في هذه المنطقة. وانطلاقا من هذا المتحف الفني الرائع الذي يحوي تاريخ وعملات ويؤرخ لهذه المنطقة، إنه هذه المنطقة تكون حافلة بالأنشطة ونعيد لها الحياة من خلال المهرجان ومن خلال الفعاليات الثقافية. كما يدعو كثير من مواطني الفحيص إلى مزيد من الاهتمام بالمتاحف الشخصية لما تحويه من مقتنيات أثرية وتاريخية نادرة، وكذلك دعم الهواة من أبنائها وتشجيع شباب وشابات الوطن على زيارة هذه المتاحف والتعرف على موروثاتهم الأصيلة. الإرث اللي أخذوه من آلاف السنين من أبائنا ومن أجدادنا، هذا الإرث اللي هو التمسك فيه، يعني التمسك بالوطن، لأنه إذا انسلخ الإنسان عن ثقافته بتعني انسلاخه عن وطنه. فبالنسبة لنا كمتحف اللي هو متحف خربة الدير للفنون وديوان رباح، أنا يعني بشجع الشباب إنهم حتى وزارة التربية بعمل دورات أو بعمل زيارات ميدانية من قبل الوزارة للأطفال الصغار، بداية من الطفل، لأنه تركيزنا على الطفل مشان يظل يستمر بالتمسك بثقافته، أنهم يعملوا زيارات ميدانية لهذا المتحف. أهلا وسهلا بالجميع، لأنه بالنسبة لنا هذا إحنا يعني رغم كل المعيقات قدرنا نخرج للوجود هذا المتحف نتيجة تمسكنا بالثقافة.